الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. انا خويا كي داير لاباس عليك؟ بخير الحمد لله لحمد الله. خويا راه سي دريس عطاني النمره ديالك. اي شكون دريس؟ خويا دريس عطاني النمره ديالك، ما عرفتش انا شنو شي دار دريس في القصيري. تنقلب اخويا على جليجي، على الفيلا ديالي اخويا، باغي ندير جليج ان شاء الله. وبغيت نسولك واش جليج اخويا؟ قال لي راه جليجي مزيان. دريس النجار لا تعرفوا ما نعرف، يلا صوب لي شي بلاك. دريس صاحبي. قول لي اخويا، اسمح لي انا سولتك هذا السؤال، شحال اخويا عندك ديال الصنعة؟ شحال عندك ديال الصنعة اخويا؟ فاش شحال وانا شنخدم فيها؟ اخويا شحال؟ اسمح لي هذا السؤال. خويا الوالد، انا شنخدم مع الوالد ديالي. الله يرحمه اخويا. لا مازال حي. اسمح لي اخويا، اسمح لي حيت قلت واقيلا معلم انت، داك الشيء علاش؟ اسمح لي اخويا. لا حيت انا معلم شنخدم مع الوالد، الوالد ديالي هو عنده شي 30 عام في الصنعه. انت اخويا شحال عندك؟ انا من غير عندي شي 5 سنين، شي 5 سنين ولا 4 سنين. 5 سنين، قول 3 سنين ديال الكولفازو، صافي يا عمين. واخا اخويا، حيت تخدموا المتر كاري. شحال تخدموا المتر كاري اخويا؟ وديك الساعة تنطلقوا ونشوفوا الخدمة، وديك الساعة نهضروا. عندي بتي فيلا اخويا فيها واحد 300 متر كاري غير داخل، بلا الجردة برا، بغيت نجلج الصالات ندير. قول لي شنو انواع ديال الجلاج اللي كاين؟ كاين على حسب، شوف انت شنو خاصك. الجلاج اللي زويون. لا 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 لا، ما بغيتش تركيا، بغيت هذا ديال البلاد. ما كاينش شي حاجه ديال المغرب؟ شي حاجه في ديال فاس؟ كاين ديال المغرب. شنو كاين ديال المغرب؟ موجود ديال المغرب. كاين بزاف، خصك تشوف بعينك، فهمت؟ واخا دابا انا نهضر لك ما حيت سمع. شوف بعينك، كاين الدراري كيبيعوا الجليج. قال لي نسيبي كاين واحد الجليج ديال 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 السفيفه، ما عرفتش واش كاين ولا لا. جليجات، جليجات السفيفه، السفيفيه سميتها؟ جليجة السفيفية ديال السفيفة. وراه كاين بزاف اخويا، راه ماشي كاين، ما كاينش غير ماركة واحدة. تتبري هي، تتبري تتبري وديرها بحال، تتبان بحال الخشب وتتبري. هذاك طوباك وتقولوا له هذاك. عرفته كاين انا هذاك. واخا. موجود. بالنسبة لي شومبغ باش تنصحني. بالنسبة لي شومبغ البيوت باش تنصحني، شنو جليج ندير؟ وا دابا دابا تبقى الاختيار ديالك. لا لا بغيت ناخذ دابا انا، واخا واخا دابا انا بغيت نقنعك، انا خصنا مثلا نكونوا في المكازون ونوريك مثلا الفرق بيناتهم، فهمتي؟ لا لا، حيت انا فيا هاد، حيت انا شويه فهمتي فيا هاد المسائل هادي. يعني تنبغي بحال تنقول بحال النجار دابا دريس راه وقعت معاه في مشكل، قلت له وريني هذا، اقترح اقترح عليه، في الاخر قلت له ما عجبنيش وما خلصتوش، حيت فيا انا هاد المرض هذا، فهمتي؟ الصداع ولكن في الاخر تنخلص، حيت انا شويه عيان، داك الشيء علاش اخويا. راه دريس دريس يعاود لك. انا كنت عايش اخويا في امريكان، تنخدم اخويا في امريكان، انا انجينيور في النووي، ودخلت اخويا بحالي وهذا. راه دريس النووي، علاش علاش ما عرفتش اش ضحكتي؟ راه معروف. سول عليا، سول مهيدو، مهيدو المريني راه معروف اخويا. راه النووي مصرفين اخويا، انا ما قلت لك والو. راه النووي، راه كاين النووي، كاين النووي. المهم مرحبا مرحبا. دابا انا اقترح عليا البيوت باش ما نخلصكش فيهم، قول لي انا جليج باغي دير مثلا ندير. عندي 7 البيوت. عندي بالخلاص. لا لا، بغيتك زعما تنصحني. نصحك اليوم النصيحه اللي دير بالخلاص. لا نصحني ولكن انا نخلصك. والله يسول عليا دريس، عجبني نضحك. انا راه مراكشي. مشرحي. منين اخويا انت؟ تكون مكناسي ولا فاسي انت؟ باين حيت هما تيخدموا في الجليج، تكون فاسي ولا مكناسي؟ لا ما مكناسي ما فاسي. وانت دريس منين؟ دريس اخويا انا ما سولتوش دريس، يكون كازاوي بالقصيري. ايوا انا كازاوي ديال بالقصيري، كاسر حدا بالقصير. قول لي اخويا، بغيت نسولك، الوالد الله يخلي لك جليجي ياك؟ او ما ف... ما ف... لا طراف. لا 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 جليجي، ولكن علاش زعما تبعتي؟ قال لك تبع ال... تبع الحرفه دبوك، لا تبع ديال ولد خالك ولا ما عرفتش كي تيقولوا لها اللي تبعوك ولا ما عرفتش.
اللي نقبوك ولا ماسكي تيقولوا لا ها اللي تهموك بحال هكاك بحال هكاك. ولكن اخويا زعما انت واعر في الماط على ما قال لي ادريس حيت هضرنا عليك اليوم، علاش ما درتيش بيلوط ولا شي حاجه؟ ها يعني ما فهمتش تجليش فيه الفلوس باش نوصي ولا وليداتي الى تزادوا ان شاء الله نقول لهم ديروا فورماسيون ولا شي، واش فيه الفلوس تجليش؟ تجليش فيه تمارة ولا ميت تمارة يا وجه تمارة اللي دايرو؟ لا باغي لا بغيت عاوش شي ولدك من ظهره صافي طرج الجليج. علاش اخويا درتي الجليج انت ملي عارف فيه تمارة وفيه العويجة؟ اخويا انا الحرفة هذه راه حرفة ثانوية هذه مبازيش عليها. والابتدائية؟ ان شاء الله اللي غدوز فيها ان شاء الله غدوز فيها المحكمة. ابتدائية؟ ابتدائية. ثانوية هي الجليج. ابتدائية. دوزي بحالك ان شاء الله. لا لا شتا دير تتقرا والله لا تيعجبوني الدراري اللي في المستوى الغير مطلوب. شنو تتقرا شنو تدير تخدم شي خدمة أخرى؟ واش الطريق عليا مستوى غير مطلوب النووي الزازادي شنو وحق من بعثي محمد تنهضر معاك اخويا بصح غير انا ما تنش عارفش الدواء داكشي علاش والله من بعثي محمد من بعثي محمد تجول لي الهضره علاش وحق من بعث محمد عليه الصلاه والسلام ماك اخويا تا هذا غطمع لنا فيه الله عليه وسلم ايوا صافي ماك ملحد انت واقيلا لا واش تقريبا اللي ملحد دابا شنو اجا سيدي دابا حنا من هو سيدي حنا تنسولوك على الجليجه المخروطه انت تسفينا واش عندك دابا تيفي توقع على عندك عشي برتوش هذا نطلب حاليا برتوش تقد عليه برتوش انا بعدا راه عندي برتوش ساكن مع والدي برتوش هو برتوش قول لي قول لي خويا 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 اش غنقول لك خويا خويا اخلاص سميتك اخلاص ياك اسمع اخويا بدر قلت لك اخويا انا ماشي خوك اش خوك اسمع عندي قبيه القبيه شحال يطلع عليا القبيه ولكم ديال ان شاء الله ندير لك البوطول والله ندير لك القطبان فوق دارك انت لا دير لي الجليج البوتوكس كاين هذاك القطروات ديال تقولوا لي البوتوكس انت والله تنفع لك على البوطون جايه باش ما تنوضش والحجر بلوغ انت بنتي ليا جديد والو ما جاني يجي ما حتى لعبه بنتي لي غا داخل الجبهه بنتي لي غا داخل لا قلت لك شنو تندير على النت النووي ديالك عينوض ها شنو دافع البوليس هذا العام دافع مني الله يحفظك بعد مني الله يحفظك بلاتي دافع البوليس دافع البوليس لا ها ما عنديش ما داكشي ديال المخزن وقول لي قول لي قول لي بغيت نسولك لاحظتك والله اخويا الا بغيتك تخدم ليا تجي تخدم ليا ان شاء الله في اكادير اخويا مش نخدمش انا هادشي اخويا ويلي باش يكون عيطات لك شي صاحبتك دابا كون شي جاهد جاهد اخويا عنيب انت يا الشيطان حنا صاحبي بقني الله صلينا العشاء دابا صليتي العشاء صلاح الدين الايوبي نتايا ها هي راه معايا ها هي معايا الاكس ديالك اللي كنتي معاه في المدرسه شحال هادي ما عقلتيش عليها ها راه سميتها نوال رفاش كانت عندك 15 عام هي راه هي اللي عطاتني نمرتك راه ضحك معك ضري مع نوال ما عقلتش عليك واقيلا باص بدر ديال سيدي بدر سيدي بدر سيدي خدام الجماعه واش تتحترمك قالت لي عزيزه يا ولد راه عنيبه يا ولد والله شنو قال الحالي عزيزي مالك كنقرا معاك ما قلتش انت صيفط لك لي كارت بوستال ثاني هيك تيصور لك الصدر مزيان باش الصغبات راه كبير دابا كبرتي بابا انا لا ولد لا ولد صار لك تبغي في الابتدائي نسيتيني ولي سرق لك مقلامه اييه كشفار ديال المقلامات ولكن ضريب سيدي بدر وي سيدي بدر سيدي بدر وينو سيدي بدر بغيتي شي بغيتي مسخوط شو اللي مسخوط انت اللي مسخوط قالك انت اللي مسخوط قول لي قول لي بقيت تمشي لتطوان بقيت تمشي لتطوان تخدم تما زوين تطوان الصاد ياك خدمه فين جات تطوان واه جات لك في التنين وشوف قطريني الحديد اخويا بدر مزيان الله يسهل عليك وعاون الوالد راك مرضي امين وصير الله يسهل عليك امين يعطيك شي رزيق امين الله يسهل طريقك امين الله ينور طريقك امين الله يبارك فيك حرام امين والله يعطيك شي خبيزه امين وشي رزيق والله مرزقه من فضلك امين اللهم تقدر لنا وجددنا ونقلنا لنا ودانا طريحه هذا طريحه هذا راه طلبوا شوف ما طلبش تليفون شوف اوليدك راه كان فيك التوكال وكان فيك التقاف احنا حيدنا عليك الله يسهل عليك وخرج شي صدقه خرج واحد 40 مليون خبزه
هادي ياكلوا هادو كل ذكرتها في البيبال. سير اخويا خويا سير اخي الله يسهل عليك هذا حكين معاك زوين زوينة نابين زوينة خوت زوينة مرحبا شكون انت انا ميكواك وانا بقيتي ساكت يا مسخوط وانا قول لي يا خويا ايوا الشي دابا فين ولينا والله الا باس لا والله قلتها لك قلت لها انا هو راه بسالي وانت اللي تصرتي عليك اخويا انت اللي تصرتي عليك انت اللي كنتي كتشري لي رايبي وتجيب لي ميرا لا ما تخصناش الهضره قول علاش حيتاش اول حاجه احترمتك ثاني حاجه قلتي لي دريس ولا طاني نمره هي باش خطر لك هذا باش نهضر معك واحد النيفو لا تفكر انت ما عندكش النيفو دريس هو اللي مفراني مشيش معك في العقبيه ديالك ولا شي مشكل دابا كون ما كانش دريس كون بديتي تسب ياك عاد دابا كنتي تصلي اخويا ماشي حشومه دابا دريس هو اللي يخليك دير الاخلاق لا حتى شكون بنادم تتمشي مع المستوى ديالو فهمتي وانا كنت في مستوى زوين ولكن دريس هو اللي حابس لا المره الاولى المستوى ديالك ماشي هو هذاك ولكن ما قلتي دريس كان ما تقبلتها ولكن اخويا علاش باغي تبكي دابا مالك علاش المغاربه بكيه وعاطفه علاش فيكم العاطفه صافي حبيبي دابا نجيب لك نبكي ضحكت معاك عادي شد فيا شد فيك عادي علاش تبكي وعاطفه شد في هذه اللي حداك اللي خدامه تحس لا سكت هذه راه اختي تو شكون كيهضر علي انا اللي كواك المهم